السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف طبعا السايمنت بتاع شابتر 13، وهو مسألتين برضه زي شابتر 14. أول مسألة عندنا طبعا هي 14، اللي هي 13 14 دي. بيقول لك أنا عندي كافيتيريا مفتوحة فاتحة في الجامعة. الكافيتيريا دي بيجي لها طلاب بمعدل بيجي، كلمة بيجي دي يعني أرايف، يعني بتشير إلى لامدا، صح كده؟ فهنا بيجي لها طلاب بمعدل كام؟ 4 طلاب في كل دقيقة. والكاشير اللي واقف في الكافيتيريا دي بيخدم يعني ايه؟ يعني الميو، صح كده؟ بيخدم كل 12 ثانية بيخدم كاستمر، يعني بيخدم طالب، صح كده؟ طيب فانت طبعا هنا ده السكند وده بالمينت، فانت لازم تحول طبعا، تمام؟ فهنا هتحول ايه؟ الاقرب ان انت تحول السكند للمينت او العكس عادي جدا، تمام؟ او ايا كانت التحويلة اللي انت هتمشي بيها، المهم ايه؟ تشتغل صح، والاتنين يكونوا من نفس الايه؟ الطيب، تمام؟ اللي هو يا مينت يا سكند يا اور يا اي حاجه، تمام؟ طيب فاللمده هتكون ب 4 زي ما هي مكتوبه كده، 4 لكل دقيقه. والميو هتكون بكام؟ 60 على 12 تضربهم طبعا في الواحد اللي هو الكاستمر دوت، فيديك كام؟ يبقى هو بيخدم 5 كاستمرز في كل دقيقه، صح كده؟ تمام. وطبعا طالب منك شويه مطالب، ايه البروبابيلتي ان ذات there are more than two students، طبعا دي اللي هي ايه؟ دي البي اوف ان اكبر من كي، صح كده؟ ده القانون بتاعها، تمام. فالمهم ان اكبر من او بيساوي الاستودنت اكبر من 2 واكبر من 3 واكبر من 4، ده كده اول حاجه. تاني حاجه احتماليه ان السيستم يكون فاضي، دي اللي هي الايه؟ البي نود، صح كده؟ طيب بعدين السي، هاو لونج ويل ذا افريج ستودنت هاف تو ويت، دي اللي هي ايه بقى؟ الدبليو كيو، صح كده؟ هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انها قبل ما توصل للكاشير، هي مستنيه قبل ما توصل للكاشير بالظبط، فهي كده واقفه في اللاين، صح كده؟ طيب وده هو بيتكلم عن الوقت. طيب ايه الاكسبكتد نمبر دوت؟ يبقى كده بيتكلم عن ال. طب انهي ال؟ ال اللي في الكيو ولا ال اللي في السيستم؟ قال لك لا في الكيو، تمام. وبعدين انا قال لك ايه؟ الافريج نمبر اللي في السيستم، تمام. يعني هو يعتبر ما طلبش حاجه، ناقص بس اللي هو يطلب ال، ال اسف الويت اللي هي ايه في السيستم كله، تمام. طيب وبعدين ايه؟ قال لك بقى في اف بقى، لو احنا ضفنا السكند كاشير معناها ايه بقى؟ ان هي اتحولت لمالتيبل تشانل، بدل ما هي سنجل تشانل اتحولت لمالتيبل تشانل، تمام؟ كلام جميل. وقال لك بنفس الخطوات عيد رقم بي وسي ودي واي، تكتب القوانين وتعوض طبيعي جدا، تمام؟ طيب نيجي بقى للسؤال الثاني، الا وهو ان بيقول لك ايه رقم 19 دوت؟ بيقول لك ان هو عند راجل اسمه جون وابنائه فاتحين شركة، تقريبا الشركة دي الله أعلم بتورد ولا بتصنع، المهم ما يهمناش من كل الكلام دوت، احنا اللي يهمنا الشركة دي بتعمل ايه؟ الشركة دي بيجي لها تراكس، عربيات نقل تقريبا بيحمل فيها بضايع، تمام؟ فهنا بيقول لك ايه؟ تراكس ارايف، يبقى اللمدة، صح كده؟ ات ذا لودنج جيت، يبقى التراكس دي بتوصل للبوابة اللي هي ايه؟ هيتم التحميل على العربيات فيها بمعدل ايه؟ 24 بير داي او 3 بير اور، يعني بيجي له 3 عربيات في الساعة، 3 تراكس في الساعة، تمام؟ طيب وبعدين قال لك الوركر، هو عنده وركر واحد بس، تمام؟ اهو قال لك ايه؟ وان وركر. الوركر دوت بايه؟ بيلود يعني بيحمل البضائع في العربيات بمعدل ايه؟ 4 في الساعه، تمام؟ 4 عربيات في الساعه، وطبعا احنا دايما بنفترض ان الميو اكبر من اللمده، تمام؟ بعدين قال لك ايه؟ determine the operating characteristics of this loading gate. ايه الاوبريتنج characteristics؟ اللي هي القوانين. تعالى كده بص، هنا بيقول لك ايه؟ بص when these 7 conditions are met، اللي هي الكونديشن بتاعت طبعا بتاعت اول كيس، we can develop a series of equations that define the queue's operating characteristics، تمام. يبقى الاوبريتنج characteristics دي بيشير بيها للقوانين بتاعتنا، تمام، اللي هي ايه؟ اللي هي القوانين دي تقريبا، تمام، ال والكلام ده، تمام، كلام جميل. بعدين قال لك ايه؟ What is the probability that there will be more than 3 trucks؟ يبقى اللي هي البي ان اكبر من او اكبر من الكي، صح كده؟ طيب بعدين ايه؟ قال لك discuss the result of your queuing model computation. معناه ايه بقى الحته دي؟ الحته دي معناها ان هو بيقول لك ايه؟ عاوز يعني احتماليه ان الاحتماليه اللي انت هتطلعها دي، ماشي؟ طبعا هتجيبها، هتجيب له الاحتماليه وتقول له ايه؟ ان الاحتماليه دي بنسبه كام في الميه، يعني بنسبه كام في الميه ان يجي له اكتر من 3 عربيات في السيستم، تمام. بس هي دي الفكره اللي في المساله يعني، وكمان هي ما فيهاش فكره اصلا. انت هتجيب له، هتحل له قوانين عادي، وبعدين هتجيب له البي ان اكبر منه يساوي 3، وبعدين ايه؟ هتناقش الريزلت دي، تمام. طب احنا هنا لو جينا هنا مثلا على المثال المحلول، هو نفس الفكره، هو طلع ريزلت هنا وطلع ريزلت هنا مثلا،
وناقش الحته دي. الحته دي اللي ناقشها معناها ايه؟ بيقول له ايه؟ امبلاي ذات ذير از ان عنده 19.8% فرصه ان ايه؟ مور ذان 3 كارز ار ان ذا سيستم. يبقى عنده ايه؟ فرصه كذا ان يكون عنده ثلاث عربيات في السيستم. وكذلك كان نفس الفكره بالظبط. تمام، ده كده شابتر 13 الاساينمنت بتاعه. طبعا ان شاء الله بعد ما المده بتاعه الاساينمنت تخلص ان شاء الله هنزل الحلول بالخطوات طبعا، واللي مش فاهم اي حاجه انا تحت امره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.